قلبي بيدق والله بيدق قلبي بيدق الصوره دي كده تحت ناخد الكره في الطعم ولا الكره اتقي شر قليل بالقدر وانت استهلت بيه عشان هو اصغر منك في السن بس هو لازم عشان المستقبل انت غلطتك وانت استهلت بيه مهما كانت الجمايل ومعاك خليكم حريصين انتوا في ايد واحده خلاص يلا بينا نشوف بعض الاولاد